أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: نحن إحدى العوائل نجمع الزكاة من أغنيائنا لتوزيعها على فقرائنا، فنقوم بتخصيص المبلغ المعين لكل فقير، لكننا لا نعطيه المبلغ كاملا دفعة واحدة بل على دفعات شهرية، لأن بعضهم لا يحسن التصرف. السؤال: ما حكم فعلنا هذا؟ لا يجوز حبس الزكاة، الزكاة تخرج في وقتها، تعطى للمستحقين وهم يتصرفون فيها. أما أنك تحبسها تقول أعطيهم إياه شيء فشيء، هذا حبس للزكاة ولا يجوز. نعم، إلا إذا كان وليا له، إذا كان الفقير من القصار وله ولي تعطيه إياه وينفقها عليه شيئا فشيئا لا مانع. أما الوكيل اللي بين المزكين وبين الفقراء، وكيل واسطة، هذا ما يحبس الزكاة عن الفقراء، يحصلها لهم في الحال وهم يتصرفون بها، والقصار يعطيها أولياهم. نعم.